هلا معكم أخواتي أخوتي الأحبة، فقرة جديدة من عيش الكلمة بهالحد الأول من زمن الصوم بارك، أحد مدخل الصوم، وكان عرس في قانا الجليل. تفتتح هالآية بدء مسيرة صيام وعودة للذات والتجدد، مسيرة توبة وفرح بتقودنا جميعا لأسبوع الآلام وقيمة الرب يسوع من بين الأموات، لأن الصوم الأربعيني هو وقت مناسب للتجدد الشخصي والجماعي للي بيقودنا لفصح يسوع المسيح للي مات وقام بين الأموات، على حسب قول قديس البابا فرانسيس بمقدمة رسالته لصوم 2022. فكيف أراد يسوع أنه يدل من خلال هالآية، آية عرس قانا، على سمو سر الزواج ومرجعيته الإلهية؟ رب يسوع تبنى من خلال آية قانا الواقع البشري بكل رقة قبل الدعوة للعرس مع أمه العذراء مريم وتلاميذه، وراد أنه يدل على سمو سر الزواج مرجعيته الإلهية، مطرح ما كان بالبداية عقد بشري طبيعي بتحول مع يسوع للسر مقدس بيقوم على ارتباط إلهي بالعهد الجديد. أخواتي أخوتي، من خلال هالآية نحن مدعوين لحتى نكتشف تواجد الله وعمله برتابة حياتنا اليومية وخصوصا الزوجية منا. الحياة الزوجية لما تتعثر بتصير بحاجة كتير ماسة لتدخل الله وشفاعة أن مريم، مثل ما شفنا بعرس قانا الجليل، حتى يفيد الفرح وتوضع الأمور بإطارة الإلهي، لأنه سر الزواج هو أسمى وأخطر مشروع ممكن يقدم لإله الإنسان. أولا هو سر سامي ومقدس، لأنه من خلاله بيشترك كل من الزوجين بعملية الخلق للي بلش فيها الله. ثانيا بتكون خطورته للي بالأمور للي ما فيها أي أمور مضمونة، لأنه سر بيقود كل من الزوجين نحو المجهول، فبيكون مصيره إما النجاح وإما الفشل، وهذا اللي عم نشوفه اليوم بعائلاتنا برعايانا بمجتمعنا، للي كتير من العائلات عم بتعاني من تفكك من انقسام، بالوقت نفسه منلاقي في عائلات عم تعيش النجاح في سر الزواج بعمقه بحسب ما بكون ارتباطها بحضور الله بحياتهم. بهالآية أخواتي أخوتي نكتشف أنه الحب الزوجي هو الثمن للي لازم أن ندفعه، هو مستحيل صح بين البشر ولكن هو ممكن عند الله، ومقياس الحب هو الإيمان المطلق بكلمة الله للي هي كلمة معطاة ما في رجوع عنها. من هون متذكر جواب سمعان بطرس ليسوع، يا معلم تعبنا طوال الليل ولم نصب شيئا، ولكني بناء على قولك سألقي الشبكة، بلوكا 5:5. هالكلمة تبقى هي الضمانة الأساسية لهالسر المقدس. هالسر ما ممكن نفهمه على المستوى البشري لأنه بيبقى سر بفوق إدراكنا وتفكيرنا، إنما قوة الحب بهالسر تجي من الله وحده، فما في حدا ممكن إنه يحب إلا إذا كان الله بيعمل بحياته. هالشي اللي كان دايما يسوع رده بإنجيل يوحنا، إنكم بمعزل عني لا تستطيعون أن تعملوا شيئا. فالطريق الأقرب لله بهالسر المقدس سر الزواج بيعبر بالإنسان الآخر، يعني بالشريك. من هيك هو عليه إنه يحبه، إنه يقبله مثل ما هو، يعتني فيه، يصبر عليه، ساعة تتناسى وبيلتقيوا بالله. للي بيحب هو وحده بيقدر إنه يعرف الله. من هيك أخواتي أخوتي الأحبة، بهالحد المبارك من خلال هالآية العظيمة ببداية مسيرة يسوع الخلاصي بعرس قانا الجليل، أنتم المرتبطين خاصة بسر الزواج المقدس، خلونا نبلش مسيرة الصوم والعودة للذات والتجدد
والتوبة والفرح، بدنا نرش الرماد على شبهنا بكرة التنين، تنين الرماد، ندخل فعلياً بإيمان عميق بمسيرة، ونصير نقيم كل زيجات مجتمعنا اليوم المعاصر على ضوء كلمة الله وحضور الله بحياتهم. فهل نحن منوعة منيح أنه عدم نجاح بعض هالزيجات عم بتعود سببها الأساسي لجهل هذا البعد الإيماني للي بيشكل المرجعية الأساسية لهالسر المقدس؟ أخواتي أخوتي، الصوم مبارك هو فرصة أن نرجع نشوف الأمور الأساسية للي نابعة من حضور الله ومن نعمه، بتخلينا أن نكون دايما ملتزمين نعيش بعد الحب الحقيقي لما خلاله نحافظ على بناء عائلاتنا وزيجاتنا. تكون مباركة ومقدسة. آمين.